يا ترى الإنترنت فعلا هينقطع؟ يا ترى زي ما بنسمع كده والمتوقعين بيقولوا، وكمان المتوقعين بتوع الجو والعلماء الكبار بيقولوا إن النت هينقطع حول العالم كله، يا ترى فعلا ده هيكون حقيقي؟ عاصفة شمسية شديدة هتتسبب في أزمة في الإنترنت حول العالم. أهلا وسهلا بيكو، بتمنى لو أول مرة تيجوا قناتي بتمنى تفعلوا زر الجرس، بتمنى منكو الدعم باللايك تقديرا لمجهودنا، وعشان بس الفيديو بس يعني ما بيعلاش إلا باللايك، مش هتخسروا أي حاجة لو دوستم لايك. عاصفة شمسية شديدة هتضرب الأرض أو الكرة الأرضية، مما سيؤدي لاضطرابات شديدة في عالم الإنترنت. وفي صحيفة ديلي ستار البريطانية يعني بتقول لأن عاصفة شمسية هتضرب الكرة الأرضية وهتتسبب في أزمات بعالم الإنترنت، بل من الممكن أن يوصل الأمر لنهايته، يعني ممكن الإنترنت ينتهي تماما في العالم. وبيقول العلماء اللي يعني هتشهد وسائل الإعلام بياناتهم ان ده لن يحدث غدا، بل بعد فترة، اي بعد ان تصل الدورة الشمسية لذروتها في عام 2025. وطبعا 2025 مش بعيد يعني. وكان حذر الدكتور عباس شراكي استاذ الموارد المائية والجيولوجية بجامعة القاهرة في جامعة القاهرة من عاصفة شمسية هتوصل الأرض كاشفا تأثيرها في الإنسان وأجهزة الملاحة البحرية والطائرات وكمان النت ومحطات الكهرباء، يعني كمان هتأثر على الكهرباء. عاصفة شمسية توصل للأرض بيقول اليوم، بيقول شرافي أو شراكي، رصدت ناسا انفجارا شمسي جديد توصل أشعته للأرض طبقا لوكالة ناسا الأمريكية. بتسمى الظاهرة دي انبعاث الكتل الناجية، ويعني متخوفين وبيقولوا سوف تشهد كثير من الولايات الأمريكية هذا النشاط الشمسي بالذات، وسوف يؤثر على الكرة الأرضية بارتفاع في درجات الحرارة. واحنا طبعا عايشين اهو في درجات حرارة غريبة وشديدة جدا على البشرية. انفجارات بيقولوا هتعادل شدتها للأسف القنابل النووية. اضاف عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك للشمس دورات، يعني هو قال كده على صفحته في الفيسبوك، للشمس دورات مدة كل منها 11 سنة بيتخللها انفجارات شمسية من خلال البؤر الشمسية السوداء. ودي طبعا اللي تم تصويرها منذ فترة، حتى السعودية مصوراها ودول كتير، لانها اقل حرارة نسبيا واكثر من بيقول 35,000 درجة مئوية عن ما حولها، يعني 70 دورة مئوية بينتج عنها طاقة مفاجئة هائلة بتسمى التوهج الشمسي، بتسمى التوهج الشمسي، وبتعادل شدتها 2.5 مليون قنبلة نووية. وهتوصل المقذوفات من الشمس ما يعادل حجم الأرض كلها. وبيسترد في كل دورة هيحدث نشاط شمسي قد يبعث بأشعة أكثر تسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وقد بدأت الشمس دورتها الحالية منذ 2019، واحنا ملاحظين من 2019 ان الحرارة بقت غير معتادة في فصول بالذات الصيف، ويبدو انها دورة نشطة جدا بيقول، حيث حدث العديد من الانفجارات خلال السنوات الماضية. من المتوقع ان توصل ذروتها في منتصف
بيقولوا يعني ذروتها هتبقى من 2024 ل 2025، يعني العام المقبل. اضرار العاصفة ايه الشمسية؟ ايه الاضرار اللي هم متخوفين منها واحنا كمان؟ بيقولوا عن اضرارها، بيقول شراكي الشمس عبارة عن مفاعل نووي، يعني الشمس عبارة عن مفاعل نووي ضخم يصدر او بيصدر اشعاعاته، الاشعة يعني بتاعته للارض اللي المفروض بتحميها، وبيحمي الارض الغلاف الجوي، وبتتجذب تلك الاشعاعات تجاه القطبين لحماية الحياة على سطح الارض. حجم الضرر بيزداد اذا كانت الارض في طريق الاشعاعات الشمسية مباشرة، وحصل سنة 1859، يعني القصة دي حصلت، وكان اهم تأثيرات التوهج الشمس الشديد هو التشويش على الاجهزة الالكترونية، سقوط بعض الاقمار كانت الصناعية، وتعطل الاتصالات اللاسلكية على الارض، واجهزة الملاحة في الطائرات والسفن، واجهزة محطات توليد الكهرباء، اجهزة يعني كل اجهزة الكمبيوتر، وكمان هيبقى الانترنت وبعض الأجهزة الطبية أيضا. واختتم أما بالنسبة للإنسان فقد يسبب عدد من الآثار الجانبية السلبية الأخرى المتعلقة بالمزاج والقلق والنشاط الهرموني وغيره. في ظل كده هيكون هناك منافع من هذا النشاط الشمسي، يعني كمان هيكون برضو على قد ضرره كبير، لكن هيكون له منافع أيضا كبيرة. شكرا جدا لاستماعكم.